بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين أجمعين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومربينا ومعلمنا الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديه ونهجه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بداية نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى تضرع الضعفاء بأن يرفع هذا الداء وأن ينزل الدواء، إنه ولي ذلك ومجيب الدعاء يا رب العالمين. درسنا اليوم عن التسامح والأمانة، وسنتعلم في هذا الدرس عن التسامح، التراحم، معنى التسامح، مفهومه في الإسلام، ثمرات التسامح، أثر التسامح على الفرد والمجتمع، الأمانة والوفاء بالعهد وشمولية الأمانة. التسامح في الإسلام، حث ديننا الإسلامي على التسامح، واعتبر التسامح ضرورة مجتمعية أخلاقية مهمة، لأن ديننا الإسلامي دين عالمي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الإنسانية جمعاء من مشرق الأرض إلى مغربها، رغم كل اختلافات البشر، رغم اختلافات ألواننا وجنسياتنا وأيديولوجياتنا وفكرنا وقومياتنا ولغاتنا، إلا أننا نشترك جميعا أننا ننحدر من نفس واحدة. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ومن هذا المنطلق أمرنا الإسلام بأن نعامل بعضنا بعضا بالتسامح، بالتراحم، فبالتسامح تزول الخلافات، بالتسامح يكون العدل، بالتسامح تكون الرحمة. لذلك التسامح معناه العفو عند المقدرة، المقدرة على رد الإساءة بالإساءة، العفو عند المقدرة عند القوة على رد الإساءة بالإساءة، لأنه يأبى ذلك امتثالا لأمر الله ومرضاة لله سبحانه وتعالى. لذلك التسامح العفو عند المقدرة وعدم رد الإساءة بالإساءة، والترفع عن الصغائر والسمو بالنفس البشرية إلى مرتبة أخلاقية عالية، وهذا ما دعا إليه الإسلام، الأخلاق العالية الرفيعة، لأن أكثر ما يدخل الله الناس يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، وفي ذلك القدوة الحسنة لنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أخلاقه يقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن التسامح العفو عند المقدرة وعدم رد الإساءة بالإساءة، والترفع عن الصغائر والسمو بالنفس نحو مرتبة أخلاقية عالية، وفي ذلك يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. ويظهر التسامح في تعامل المسلمين مع غيرهم إلى قسمين، إلى نوعين: تسامح المسلم مع أخيه المسلم، وتسامح المسلم مع غير المسلم. ونأتي أولا إلى تسامح المسلم مع المسلم. نص الإسلام والكثير من الآيات في القرآن الكريم على أن يعامل المسلم أخيه المسلم باللطف واللين والتسامح والرحمة، وذلك لا يكون من ضعف أو هوان أو ذل، وإنما يكون من قوة
وقدرة وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأيضا أمر الإسلام المسلمين بتعاملهم مع بعضهم البعض بالرفق واللين كما ذكرنا. فمن أراد أن يطلب حق أن يطلب حقا يطلبه بلين، ومن أراد أن يعطي حقا يعطيه برفق ولين. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والله سبحانه وتعالى يرفع المسامحين قدرا ومنزلة وعزة وكرامة في الدنيا وفي الآخرة. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأيضا في ذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أما الآن نأتي إلى تسامح المسلم مع غير المسلم. أمرنا الإسلام بالتسامح مع غير المسلمين إذا كانوا مسالمين، فنهانا الإسلام عن الاعتداء عليهم بغير وجه حق. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. يعني أن الله يباعد عن وجهه الجنة مسيرة 40 سنة لمن يقتل معاهدا بغير وجه حق. وهذا الجزاء إنما يوافق صعوبة العمل، وهو الاعتداء على المعاهدين بغير وجه حق. ومن صور التسامح معهم أيضا أمرنا الإسلام ببر الوالدين المشركين، فلا يجوز الإساءة إليهما لأي ظرف كان. وفي ذلك يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإن جاهداك، أي الأب والأم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني لا نطيعهم على حساب معصية الخالق، أما برهما فيبقى كما أمر به الإسلام، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. أما أهل الكتاب فلهم معاملة خاصة كما نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية. ومن تسامح المسلمين معهم أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، فكان التسامح معهم بالاعتراف بعقائدهم، فقد أباح لهم الإسلام بإقامة شعائرهم الدينية بدون الإساءة إليهم. اعترف بهم فأجاز لنا الزواج من نسائهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وأيضا أباح لنا الأكل من ذبائحهم. وخير مثال على ذلك والقدوة الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يزور أناسا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكان يطمئن عليهم ويزور مرضاهم ويعود مرضاهم، وكان يفعل ذلك الرسول قبل البعثة وبعد البعثة. وهذه من صور التسامح، تسامح المسلمين مع غير المسلمين. العفو عند المقدرة. ونضرب هنا طبعا مثالا للقدوة الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
الرسول في بداية الدعوة كان الإسلام ضعيفا، تعرض للضرب والطرد والتعذيب وخرج من مكة رغما عنه، خرج عنوة، خرج منها باكيا صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى مكة وقال: والله إنك لأحب بقاع الدنيا إلى قلبي، والله لو أنهم لم يخرجوني منك عنوة لما خرجت. وقد مكنه الله بعد مدة من الزمن ودخل مكة فاتحا ووقف أمام الذين آذوه وضربوه وعذبوه، فنظر إليهم ضعفاء أذلاء فقال: ما أنا فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم، فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم عند المقدرة. وهنا يضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا وقدوة حسنة لنا في التسامح والصفح، وأن نعامل الآخرين بالرحمة والمحبة. من ثمرات التسامح على الفرد في الدنيا، من يسامح ويغفر ويصفح يكون قلبه مطمئنا خاليا من الضغائن، خاليا من الشوائب التي قد تميت القلب، خاليا من الكبر، خاليا من الحسد، خاليا من الكراهية، خاليا من الغل، وبالتالي خاليا من كل هذه الشوائب كما ذكرنا التي من شأنها أن تمرض وأن تميت القلب، فيكون قلبه سليما معافا متعلقا بالله سبحانه وتعالى، فيجزيه الله أجره مرتين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يرزقه الله ويجعل له فرجا من كل هم ومن كل غم، وفي الآخرة يأخذ كتابه بيمينه ويدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار. وهنا أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. تسامح الفرد في الآخرة جزاؤه الأخروي، ينال مغفرة الله ورضوانه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي ذلك يقول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والأجر العظيم أيضا لقوله: ومن عفا وأصلح فأجره على الله، صدق الله العظيم. نأتي الآن إلى موضوع الأمانة، بعد أن انتهينا من موضوع التسامح فنقول: الأمانة والوفاء بالعهد معناها أداء الحقوق، حفظ الحقوق، أداء الواجبات التي يؤتمن عليها الإنسان والقيام برعايتها وأدائها إلى أصحابها، وهي ضد وعكس الخيانة. وهناك الكثير من النصوص في القرآن الكريم التي تدعو وتحض وتحث على الأمانة وعلى حفظ الحقوق، وأول هذه الآيات قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ونقف قليلا على هذه الآية وسبب نزولها. نزلت هذه الآية بعد فتح مكة ودخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، طلب مفتاح الكعبة ليطهر الكعبة من الأصنام، وكان مفتاح الكعبة عند عثمان بن طلحة الذي كان راعيا ومسؤولا عن الكعبة بالسقاية والسدانة. فذهب علي بن أبي طالب إلى عثمان بن طلحة يطلب المفتاح، وهو لا يعلم أن الرسول يريده، فرفض عثمان إعطاء المفتاح إلى علي، فقام علي رضي الله عنه بأخذ المفتاح منه عنوة
ولوى يده وأعطاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحت الكعبة، طهرت من الأصنام. اختلف الصحابة لمن يكون له الحق في هذا المفتاح، فنزل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا أمر رباني للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة بإرجاع المفتاح إلى أهله، وبذلك تكون السقاية والسدانة لعثمان بن طلحة له ولأولاده من بعده إلى قيام الساعة. وكانت هذه الحادثة سبب في إسلام عثمان بن طلحة، وهذا أمر بإرجاع الحقوق إلى أصحابها والعدل الذي أمر به الإسلام. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن هذه الآية نهت عن الخيانة، خيانة الله بعدم الامتثال لأمره وخيانة الأمانات. وأيضا قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحث الإسلام على الحفاظ وعلى رعاية الأمانة، وجعلها من علامة الإيمان، فالإنسان المؤمن يراعي ويحفظ الأمانة. وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد فعل الأمر يعني اللزوم، يجب عليك أن تؤدي الأمانة، ولا تخن النهي، لا يجوز الخيانة، لأن خيانة الأمانة وعدم أداء الأمانة هي من علامات النفاق. ولا يستوي المنافق مع المؤمن ولا المؤمن مع المنافق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخلف وعده وخان الأمانة. شمولية الأمانة تشمل كل نواحي حياة الإنسان، وأهم هذه الأمانات وأعلاها هي الأمانة العظمى، وهي أمانة الدين بالامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نهيه. وفي ذلك يقول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم الله التي أنعمها عليك: الصحة نعمة، النظر نعمة، الأذن، السمع نعمة، اليد نعمة، الرجل نعمة، هذا الجسد نعمة، وستحاسب على هذه النعم التي أنعمها الله عليك إذا استعملتها فيما يغضب الله عز وجل. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أمانة الولد، الولد أمانة، الولد أمانة، تربيته تربية صالحة أمانة، فالأب والأم مسؤولون أمام الله عن هذه التربية. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إتقان العمل، من عمل منكم عملا فليتقنه. حفظ الوديعة بإرجاعها إلى أصحابها. وهنا يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حفظ السر أمانة وإفشاؤه خيانة، لأنه من لؤم الطباع ودناءة النفوس، وهذا أمر محرم. ثمرات الأمانة، أثر الأمانة على المجتمع. لو أن كلنا حافظنا على الأمانة ينتشر الأمن، الأمان، الاستقرار، الثقة بالنفس، زيادة الثقة بين الناس، حفظ الحقوق، ازدهار التجارة والصناعة، وارتفاع المجال الاقتصادي على مستوى الدول. نأتي الآن في نهاية الموضوع إلى هذه الأسئلة. طبعا المطلوب الإجابة عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما معنى الأمانة مستشهدا بآية قرآنية وحديث شريف عن الأمانة؟ طبعا السؤال الثاني: وضح ثلاثا من شمولية الأمانة مع الشرح. السؤال الثالث: بين ثمرات الأمانة وأهميتها في صلاح المجتمع. 4: عرف التسامح ولماذا حث الإسلام عليه. 5: بين صور تسامح المسلم مع غير المسلم مستشهدا بآية قرآنية وحديث نبوي شريف. طبعا نترككم قليلا للإجابة أو لنقل الأسئلة،
وبعد ذلك ننتقل أيضا عن طريق الباركود، لمن لديه الباركود يستطيع أيضا الإجابة عن هذه الأسئلة. وفي النهاية نقول يعني نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية من كل داء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشكرا وبارك الله فيكم.
כאילו אני מתחיל מההתחלה, נכון? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ بلال نعامي ننتقل الآن إلى الدرس أو الثاني وهو المسجد ودوره في التربية سنتعلم في هذا الدرس عن المسجد ودوره في تهذيب النفوس أدوار المسجد في التربية المختلفة كالتربية الإيمانية النفسية الثقافية الاجتماعية الصحية الجمالية وكيف يربي المسجد الفرد وأداب زيارة المساجد وأهمية المسجد في حياة الفرد والمجتمع. بداية نقول أن المساجد من أشرف وأطهر بقاع الأرض لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى وقد نسبها الله سبحانه وتعالى إليه بقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن هنا جاءت أهمية المساجد ببنائها بتشييدها للصلاة فيها ولقراءة القرآن والذكر والدعاء والاعتكاف، وهذا إعمار لبيوت الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أما دور المسجد في التربية فللمسجد له أدوار متعددة في تربية الفرد والمجتمع. ونأتي الآن إلى الدور الإيماني. فالمسجد بنيت في الأساس لعبادة الله سبحانه وتعالى، فيه الصلاة، صلاة الجماعة، والتي هي أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فيه قراءة القرآن، فيه الذكر والدعاء، فيه يقوي المسلم صلته بالله سبحانه وتعالى، فيرتفع عنده الجانب الروحاني وتقوى صلته بالله سبحانه وتعالى، فيحصل على الجزاء في الدارين في الدنيا والآخرة. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وفضل آخر لمن يحافظ على الصلوات في المسجد بأن الله سبحانه وتعالى يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. الدور الثاني في التربية هي التربية الاجتماعية. نحن نذهب إلى المسجد لغرض واحد ولهدف واحد، وهي الصلاة خلف إمام واحد. وهنا يساهم المسجد في تقوية الروابط الاجتماعية بين أبناء المسلمين مع بعضهم البعض، فيتكاتفون ويتآلفون ويهتموا لشؤون بعضهم البعض، فيزورون بعضهم البعض، يعودون مرضاهم، يسألون عن بعضهم البعض، وبالتالي تتعلق قلوبهم فيما بينهم مما يؤدي إلى التكاتف والتآلف والوحدة وتماسك المجتمع، وهذا ما دعا إليه الإسلام. التربية الثقافية،
المسجد ليس فقط منهلا للصلاة والدعاء والذكر، بل كان عبر التاريخ إلى يومنا هذا منهلا ومنبعا للعلم، وخاصة أن ديننا الإسلامي يحث على العلم، وأن أول آية نزلت في القرآن الكريم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم توالت الآيات بعد ذلك التي تحث على العلم وعلى طلب العلم بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ودائما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء وقل ربي زدني علما، ومن هذا المنطلق كان المسجد منارة ومنبعا ومنهلا للعلوم الدينية والدنيوية، ففيه تقام حلقات الذكر، حلقات تعلم القرآن وتعلم أحكامه، فيه الخطب، فيه المواعظ، وفيه انطلقت العلوم الدنيوية كعلم الفلك والطب والفيزياء وعلم النفس، وكم من العلماء على مدى التاريخ الإسلامي تخرجوا من المساجد، وكم من مسجد أصبح جامعة كمسجد الزيتونة في تونس الذي أصبح بعد ذلك جامعة عريقة لها أثرها وصداها على المستوى العالمي، العالمين العربي والدولي. فالمسجد كان منارة ومنبعا للعلم، كان وسيبقى كذلك. نأتي الآن إلى الجانب النفسي. بالتردد على المساجد يتحقق الاستقرار النفسي، يذهب عن القلب الهم والغم والضيق والكرب، فيطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا في المسجد يجلسون المسلمون، يجلس المسلمون لتدارس القرآن الكريم وتعلمه، وبذلك تنزل على قلوبهم الرحمة والسكينة. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وكتبهم الله في من عنده. إذن تعلم القرآن الكريم بدراسته وفهم أحكامه وتعلم تلاوته، هذه الدروس الإيمانية تنزل على القلب الراحة والسكينة والطمأنينة، وبالتالي يتحقق الاستقرار النفسي للإنسان المسلم. نأتي الآن إلى التربية الصحية. التربية الصحية أولا يعني عندما ندخل المسجد ندخله على طهارة، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط الطهارة لصحة العبادات، والمكان أو الهدف الأساسي للمسجد هو إقامة الصلاة، فندخل المسجد على طهارة. والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، لأن ديننا الإسلامي هو دين نظافة، هو دين طهارة، حثنا على أن نكون على طهارة وعلى نظافة، بل أن الطهارة والنظافة شرط لكثير من صحة العبادات كالصلاة وكقراءة القرآن وكالطواف حول الكعبة. التربية الجمالية. التربية الجمالية هي كمال للتربية الصحية. المقصود بالتربية الجمالية أن نظهر بأبهى وأجمل صورة. فعندما يذهب المسلم إلى المسجد وخاصة في صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الجماعة، فإنه يظهر بأبهى وأجمل صورة، فيلبس الجديد من الثياب ويرش الطيب
أي العطر، وبذلك يكتمل كمال الإنسان المسلم بصحته بطهارته وبجماله، بأن يظهر بأبهى وأجمل صورة. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقوله تعالى: خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبالتالي يرتقي المسلم إلى قمة الكمال بصحته وبطهارته وبجماله. وهنا ننوه أن الصحة كانت أو هي السبب الأساسي للحفاظ على الطهارة، هي السبب الأساسي للحفاظ على الصحة وللوقاية من الكثير من الأمراض، وخاصة هذا المرض الذي انتشر في العالم كانتشار النار في الهشيم. فالمنظمة الصحة العالمية يعني تناشد الناس من مشرق الأرض إلى مغربها بأن الوقاية والسبيل لموت هذا المرض ولإنقاذ حياتنا هي الحفاظ على الطهارة. وهذا ما دعا إليه الإسلام وحثنا عليه قبل 1400 سنة ويزيدون. وعند زيارتنا للمسجد علينا أن نتحلى بالكثير من الآداب. من هذه الأداب أولا نعود ونقرر قضية النظافة والتطهر قبل الذهاب إلى المسجد في البيت، يعني نذهب إلى المسجد على نظافة وعلى طهارة، أن ندخل المسجد بالرجل اليمنى ونخرج منه بالرجل اليسرى مع الدعاء والذكر. عند دخولنا المسجد يعني أول ما يقوم أو أول عمل يقوم به المسلم عند دخوله المسجد هو صلاة ركعتين تحية المسجد. ومن الآداب أيضا عدم رفع الصوت في المسجد، لا نرفع أصواتنا لأن المساجد لم تبنى لهذا، فلا يجوز رفع الصوت إلا للضرورة كخطبة الجمعة أو إقامة درس ديني. الابتعاد عن الدنيا وملذات الدنيا داخل المسجد كالبيع والشراء، فلا يجوز أن ندخل الدنيا إلى وملذاتها إلى المسجد، فالمسجد لم يبنى لا للبيع ولا للشراء. وعدم المخاصمة في المسجد، لأن المخاصمة طبعا أمر محرم في الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يخاصم أخيه المسلم، فكم بالحري أن تكون المخاصمة في بيت من بيوت الله، فهذا أشد تحريما. ونقول أيضا من الأداب عدم أكل الثوم والبصل والذهاب إلى المسجد، لأن هذا يؤذي المصلين ويسبب لهم الضرر، والضرر منهي عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نأتي الآن إلى أهمية المسجد في حياة الفرد وفي حياة المجتمع. المسجد بأهميته، نرى أن أول عمل حقيقة قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة هي بناء المسجد. فببناء المسجد بنيت اللبنة الأولى للدولة الإسلامية. ببناء المسجد انطلق الرسول مع الصحابة لبناء هذه الدولة التي حكمت عبر التاريخ بالعدل والرحمة والتسامح، مما يدل على أن المسجد ليس فقط للعبادة، وإنما من المسجد انطلقت بناء شؤون الحياة وبناء الدولة الإسلامية. ومن هنا يأتي أهمية المسجد بأول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، هو بناء المسجد وبناء اللبنة الأولى للدولة الإسلامية التي حكمت عبر التاريخ ويشهد لها القاصي والداني. أهمية المسجد في حياة الفرد،
أولا تربية الفرد على الالتزام واحترام المواعيد. نحن عندما نذهب إلى المسجد في وقت محدد لأداء الصلاة، لأن الصلاة لها أوقات محددة ومعينة، فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، ونذهب إلى المسجد بأوقات محددة، فهذا يربي المسلم على النظام وعلى احترام والتزام المواعيد. ثانيا تربية الفرد على النظافة والطهارة، لأن الطهارة كما ذكرنا شرط لصحة العبادات، وطبعا من آداب دخول المسجد أن نكون على طهارة وعلى جمال. ثلاثي تربية الفرد تربية روحية أخلاقية، لأن في المسجد هناك الصلاة، هنا يقوي المسلم صلته بالله سبحانه وتعالى، الدعاء، الذكر، قراءة القرآن، فينقى قلبه وينقى من الشوائب، فيكون قلبه سليما مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، وهنا يرتفع الجانب الروحاني عند الإنسان، فيرجو من ذهابه إلى المسجد الأجر والثواب في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. نأتي الآن إلى أهمية المسجد للمجتمع. يربي المسجد المجتمع على الوحدة وعدم التفريق بينهم، لأن المسلمين عندما يجتمعون في المسجد لأداء الصلاة وخلف إمام واحد، هذا الأمر يعمل على تقوية الروابط الاجتماعية فيما بينهم، فيتعاطفون ويتآلفون ويتكاتفون، فهنا يصبح مجتمعا واحدا متماسكا متعاضدا. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلا يكون بينهم تفرقة ولا تشرذم. ثانيا يربي المسجد على الشورى، وأمرهم شورى بينهم في الأمور الدينية، إعطاء الرأي، وحتى في الأمور الدنيوية، واختيار الخليفة كان بين الصحابة بالشورى داخل المسجد، القضاء على الفقر عن طريق صناديق الزكاة، هذه الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء حتى لا يكونوا عالة على المجتمع، وحتى نحولهم إلى أعضاء فاعلين نافعين في المجتمع، وحتى نقضي على الهوى والفجوة بين الأغنياء والفقراء، فنطهر قلوب الأغنياء من الشح والبخل، ونطهر قلوب الفقراء من الحقد على الأغنياء. أربعة نشر المعرفة والعلم، كما ذكرنا أن المساجد كانت وما زالت منبعا ومنهلا للعلوم الدينية والدنيوية، وكم من مسجد تحول إلى جامعة لها صرح ولها وقع على مستوى العالم العربي والعالم أجمع. لذلك من أهمية المسجد للمجتمع نشر المعرفة والعلم بين أفراد المجتمع، المسجد منبرا لطرح المواضيع العلمية الحياتية بالإضافة إلى المواضيع الدينية، فينتج مجتمعا متعلما مثقفا واعيا. فعلينا جميعا أن نتمسك بالمساجد حتى نحصل على الفوز والفلاح في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. الفلاح في الدنيا نحصل أولا على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى الرزق، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ننال العلم الشرعي والعلم الدنيوي ككون المسجد منهلا للعلم، فدعونا نعمر بيوت الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله عنا ويرزقنا الفلاح في الدارين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم.
أمامنا هذه المهمة وهي عبارة عن أسئلة يجب عليكم أيها الإخوة الطلاب الإجابة عليها. السؤال الأول: أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو بناء المسجد، ما دلالة ذلك؟ السؤال الثاني: كيف يساهم المسجد في تحقيق الراحة النفسية واستقرارها؟ السؤال الثالث: كيف يساهم المسجد في تقوية الروابط الاجتماعية بين المسلمين؟ السؤال الرابع: ما هي العلاقة بين التربية الصحية والجمالية عند زيارة المسجد؟ السؤال الخامس والأخير: استشهد بآية قرآنية وحديث نبوي عن مكانة المسجد في الإسلام. يمكنكم الإجابة عن هذه الأسئلة أو الطريقة الأخرى عن طريق مسح الباركود، فتفتح صفحة عن طريق الإنترنت ويمكنكم الإجابة عبر الحاسوب على هذه الأسئلة مباشرة، تنتقل الإجابة إلى معلم الموضوع. وأخيرا يعني نتمنى للجميع العفو والعافية والسلامة من كل داء، ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى تضرع الضعفاء أن ينزل الدواء وأن يرفع الداء، إنه مجيب الدعاء، أنت القوي ونحن الضعفاء، فارحم ضعفنا وعافنا واعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.